بسم الله على بركة الله. السلام عليكم مشاهدين ديولي المتتبعين ديولي العزاز، كي صبحتوا بخير هانين صحيحة. هو نسيت البارح ما شاركت معكم، يعني ما صورتش المسمن فاش كانوا يطيبوه الدريات، ولكن غادي نوري لكم راه جا مرق وزوين. المهم انا غادي ندير رفيسه، انا ما نكذب عليكم الصراحه نقولها لكم. مشينا كنقلبوا على داك سميتو داك الدجاج الكروازي، داك المنتوف ديال 300 400 الدجاجه، قلبنا عليه الدراري كامله ما لقينا حتى كادير ما لقيناش. صافي جيت قلت غندير ديك المبجبنه ديال العيد، عقلت عليها. ها هي راه خويتها ورقدتها البارح، خويت داكشي اللي فيها لداخل حيت ولات هي بحال القدي. صافي ورقدتها في الماء، اليوم انا غسلتها واحد ثلاثه الغسلات خويتها، عاد غنرجع نعمرها. المهم هنا اش درت، درت غير شويه سكنجبير وحكيت جوج دروسه ديال الثومه، شويه البزار، شويه المروزيه نخرقهم ملون، وهنا واحد شويه ديال المساخن درت نشمها. مساخن خفت لا يكونوا ماشي هما عشوائي، راه تقريبا راه معيقص غيورا هذا الشيء اللي بقى عندي. ايوا صافي غندير المعدنوس، شويه البصله، شوف واضحه مشاهدينا. ما صونات لي واحد البنت تقطع عليا داك، تقطع عليا التليفون. البصله تحبس الفيديو عاوتاني تعاودنا. البصله غادي تشدوها، و الا بغيتو ديروها بحال هكا نتوما ديروها في الهاشوار، حنا خسر لينا الهاشوار، مشات كدور فيها التعيات. ما داكشي علاش درت لها التقطاع هذا، صح ما دارتش ليا في الهاشوار. صافي وخليتها هكاك، نقدر ندوزو في مونينيكس هادشي. ديرو بلاتي انا غندوزو في مونينيكس حيت ما غاتجيش لاصوص زوينه في هادشي. بلاتي حيت مشينا طحنا المشاهدين، هي طحنا داكشي حيت ما غاديش يجيني لاصوص. انا ما عطاتني خاطري، كون عرفت ما غيخدمش ليا الهاشوار كون ندير دوزها غير في الحكاكه. المهم انا غادي نعزل دوك الطريفات الكبار، غنلوحهم هنايا. المهم سكينه راه باقي ما فاقت من النعاسه، صونيت ليها فيقتها، غادا تجي باش تنوض علينا قرباله. هنا درت واحد 4000 فصوص، هادو هاد سميتهم الدريسات تاع الثومه، درت 4 صينين ياكو. هنايا كي قلت لكم هنايا في واحد الفيديو قبل، قلت لكم هاد المجبنه راه نقدر نفور عليها، يعني نديرها في نفور عليها الدشيشه، يا باداز يا للرفيسه. غير هو المرقله ما كتجيش فيها، علاش؟ حيت هي عامره شحمه بزاف، يعني ما غاتجيش. يا صافي هنا غندير هاد، درت غير واحد دريم ديال العدس ودريم ديال الفول، حيت انا ما تنحملش هاد القطنيات اصلا، كيضروني في المصران ما كنقدرش عليهم. صافي نسيت ما قلت لكمش كنور اش درنا، هادي ديال الغلمي، نديرو شويه هنا وشويه نديرو هنا، وما درتش الملح البنات على حساب راه هذا القديد اللي كان في هذا المجبنه راه ملح حتى هو مزيان بحال القديد، حيت اصلا درتو مع القديد. ايوا صافي دابا غنبدا نعمرها. شتو كي جا لاصوص خاطر روسي، كنت غندير ديك البصله تجي كلها وحده قداش ما كاينلاش. هادشي اللي بقى نديرو ليه، ايوا صافي. المهم بقاو معانا، دابا انا غنخيطها. هو الخيط شتوه، هاد الخيط ديال الخناشي، هاد الخيط راه ديال الخناشي، راه انا اللي وسختو بهاد الخرقوم، شتوه ديال خنشة الدقيق نقي. وهاد البرا راه مخليها انا كنخيط بها بحال هكا على حساب الدجاج، وعلى حساب الا بغينا نحمر الدجاج يعني، وكان مقطع بزاف يعني ما كاينش كيفاش تجمعي ليه هكا رجليه ولا شي حاجه اللي تشتت، كنخيط بها خاصه بهذا الشيء ديال الماكله. هاني ثاني درت لها العمليه، صافي غير باش ما يتشتتش لينا هاد اللحيمات اللي فيهم من الداخل. وصافي
المهم انا غادي نديرها طيب نقص صافي. المهم حنا غنردو الرفيسه ديالنا طيب الرفيسه بالمجبنه اللي ما عمرها عرفت الرفيسه بالمجبنه هي شافتها راه كتجي زوينه يا البنات والله الا كتجي واعره بحال داكشي ديال النافسات داكشي ديال المساخن. المهم انا غادي نردها طيب وغادي ندخل الدوش ان شاء الله باش نحيد هاد الطبريمه اللي درنا ان شاء الله باذن الله ويطيب الغداء وبما تجي سكينه وحنا معاكم نشاركوا معاكم الغديوه ديالنا وندردشوا شويه عاوتاني ونجمعوا يلاه بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو. مشاهدينا ني جيت يلاه خرج من الدوش هانتوما الطاجينه شوفوا كي جات خدمة الفيديو ديالي في التليفون فين التليفون تاع ياسمين نقول كي جات اش زعما اش شوفوا راه ما بقيتش درت الدجاجه حيت غاليه ملي كنت لقيتها غاليه على هاد 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 الكونتر بلاكي عاد دبرنا عليه عند النجار يلا يجازيكم بالخير انا كنشكركم نقص انتوما شكي جات زوينه ما بيهاش المنتي يحم الله يجيب الله الرزق وندير عاوتاني دجاجه ندير شي دجاجه. المهم هزات لي غير هادشي اللي كان هنايا كان هنا كاع مربج وعامر بسميتي صافي خليت غير هاد خليت القليله ديال الماء صافي هاد الديكور هذا ماشي هو ديكور هذا تبصيل كنحط فيه نيت داكشي بالنسبه للحلوه وداك التخربيق حطيته هنا حيت خو كاين لهي قلت لياسمين يطلعوا تحيدوا كاع من تما اللي تهرس. المهم راه كاينه واحد شويه الضبابه الضبابه الشتا نضبوا بليا التليفون التليفون هاد الكاميرا ديال القدام راه تكرجت ايوا صافي حنا طيبنا الرفيسه ديالنا راه جات سميتها سكينه يلا جات صافي يلا غادي نسقيو الرفيسه ديالنا يلا بقاو معانا صافي راه مشاهدينا حنا غنسقو الرفيسه ديالنا البارح نسيت ما شاركت معاكم قلت لكم الطياب تاع المسمن راه الله يستر الله الا تلفت ها نتوما كيجا قرب قرب محمد قرب هنا شتو جا مورق يا زوين هذا ما كاينش غن اش بغيت نقول غادي نسقي كلشي حيت هما المهم المشاهدين الا كانت رفيزه كثيره غادي يديروا لها بحال هكا ديروا ديروا البلول منو مقصري لوحوا فيه الرفيسه هكا عاد ثاني سقيو عاد ديروا بحال انا دابا غندير كلشي الما كيبان ليا المقسم البلول كيبان ليا قليل شوفي طلي طلي يكون الفيديو ماشي هو هذاك شي افكايس غير شويه الملحه درتيها زالة ما عرفاش نديرها هدرت على حوايج اللي تروقني هو المهم كما قلت لكم في الفيديو السابق مشاهدي نضحك معكم نقول لكم غنوجد المسمن من مبروك تتفك ان شاء الله تتفك ان شاء الله على خير وهذا غنديرو والمهم راه هضرت معايا قالت لي راه غنجي غنجي صقع صافي والله راه كارثه. المهم ما بغيناش ندخلو في شي مواضيع وداكشي هذا هي ما نقولوا ما غضبانه ما والو غا العقل العقل ديالهم باقين صغار ماشي زعما حي رجلي عشان غير هي غضبانه على شي حاجه غير هي دابا كتكون خدامه مقابله ليها خوها وصافي قلت لها داكشي ما خدامش مسكين تجي لدارك هادي دير غادي نجي انا اش قلت زعما ملي قالت ما يعني غتولد عند امها ماشي مشكل حنا راه ما عندنا مشكل راه كي ولدت عندنا كي ولدت عند امها حنا قلنا لكم الاسبوع دايرين دايرين هو مبكي هذا مكان. والمهم ها نتوما هذا اسمها الحلبه واش درتي لها البلول من هنايا لا تسلقتيها غير في الماء ديالها انا غندير لها شويه البلول من هنايا باش تجي بنينه وغندير غناكلوا الحلبه اليوم اللي ليها ليها غناكلوها واخا هي حيت انا الحلبه عزيزه عليا ماشي زعما ما كنحملهاش المذاق تاعها زوين غير هي كتخلي فينا ديك الريحه ديالها هي اللي كتقهرني بيها صافي ديرها غير من الفوق غنديرها من الفوق اللي بغي يجر ها ياكلها راه يجر بسم الله بنين درنا المسيخنات وما شهيناكم يا المشاهدين قرب انتي ما شهيناكم جات
رفيسه بنينه بهذه المجبنه واعره. باش نشكرها لكم زعما هانتوما شفتوا كي جات وتمسخت. أريموس يا ياسمين، أريموس تمن ندير سميتو يبات سكينه وداك وخوها ما جاش مش مدرس اليوم ولا قاري 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 مش مدرس خليته كيبغي الحلبة غديريها نوضة محمد دي وتجي ايه دي لا باش بغا يمشي يمشي يا بغا يمشي يمشي اويلي رفيسة هي كل شي اللي بيمشي هذا ما كان ولعبتيش دير نوض 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 حطو لي هذي السلوفان وحطو تتغدى وليدي تتغدى مسي زكريا فرعن علينا راه هرب ما باش يتسخر ولا كنا خليه بسم الله صافي خلي شي شويه مستحيل كنا بغينا نديروه على بيض السمان كنا بغينا المشاهدين نديرو بيض السمان كنا بغينا نديروه داك الدجاج الدجاج الكروازي كما قلت لكم راه قلبنا عليه البارح حتى لهنا ما لقيناهش صافي قلنا نديبانيو باش ما كانوا اصلا انا المجبنه كنت باغا نفور عليها ما نكذب ما كنتش باغا ندير عليها رفيسه ولكن صافي مني كتاب اليوم راه درنا عليها رفيسه هذا ما كان يرجع كراوعك ها محمد جمع كراوعك يا الله ما عاد كاع شحال درنا من دقيقه في هذاك الفيديو هذا دابا 34 او لا 34 اربع دقائق صافي المهم هذا هو غدانا اليوم خليت راجلي شويه هو كما كتعجبو الرفيسه ولا كسكسو ما عنده السوق فيها يقول لك انا ما بغيتهاش ما ديريهاش غير منين نديرها يطيح فيها هنا ولا ما خليتيهاش مصيبه نديرو الحلبه حلبه زوينه 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 وما عاد ملي تشهيت الله يستر بحال شي ام حما تشهيتها اليوم ما نكذب عليكم والله نخليه شويه تعقد هنايا ايوا هذا ما كان ياسمين راني زعما سميتو زيدي صلاح يلا اي كنت والله لا بقى مازال خير ها وبقات عندنا العجينه يا المشاهدين خليناها في الثلاجه بقى شات لينا تقريبا قد هكا ديال العجينه باقا ما طايباش مع تقاد علينا الزيت وي اش مالها راه او قاده هذيك العشاء ما كنقول لك قاده ما بغيتيش بغيتي طيح عليك نيت باش تقاده هانتوما دابا غادي نديرو فريكو شي نهار عاوتاني تشيتها وهذا ولا تنزيدو ديك العجينه ونديرو فريكو يبقى حكا وقت ما تشينا رفيسه باش نطيبها مريقه ويديرو وهذا ما كان ونقول لكم بالصحه والراحه وسمحوا لنا المشاهدين الا شهيناكم اللي كتوحم تسمح ليا واللي كانت شي وحده انايا كتوحم وقريبه ليا راه تقولها لي ونصايب لها رفيسه وديها لها على راسي وعينيا والله ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم خفيف ظريف وسكينه راه باقي حيت بابا وقع بنعس راه ما فاقتش بكري ورا ما بغاتش الدوي ما راه كنا بغينا نقشبو ونضحكو وغنجبدو الطعارج لا لا وغادي نبداو نحيحو ويلي يرجع في الله سكينه مريضه ياسمين مقلقه يلا كانت واحد السلخه عصبوني موزه كان غير صافي هذا ما كان يوم كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وما تنساوش جيموكم ونطيرو ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا مرحبا بكم الف مرحبا وكنتمنى نكون عند حسن ظن الجميع ونكون نكون كيفاش غنقول لكم يعني نكون كيفاش نقولها فارت يجب يكون المحتوى يعجبكم ويكون في المستوى وهذا ما كان المحتوى يكون في المستوى المحتوى يكون في المستوى وخديجة هي هذه خديجة البسيطة الدرويشة المتواضعة وما فيها شي كيما فيها طحانيت ما فيها والو ولكن اللي دار معايا الطحانيت كان دير معايا هذاك ضروري وصافي وصافي بارك يلا الله يعاونكم يلا السلام عليكم